الله يخلينا اياكم. الله يخليكم، انبسطت قريت فيكم. من عيد ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله. شو الاصيله الزرقاء هاي؟ حمار؟ شو؟ حمار الاصيله الزرقاء. عن أصيل تبع مرت عمي اللي كانت تركب عليها وشوفت شوف حالها فيها والعالم تصير تتفرج عليها. إيه. شو هاي؟ حمار ام حصان؟ حصان. حصان. حصان أصيل. أصيل نعم. أصيل الزرقاء. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. إن شاء الله بخير. ظل بخير. لكن انبسطنا، صلنا زمان ما شفناكمش، انبسطنا هسه بشوفتكم، ريحة أهلي وجدودي. أنا انبسطت كثير بشوفتكم. خي بتحبي بيت الصيفية؟ إيه معلوم أنا صيفية. إيه. بيت سميدي تبعهم على راسنا، بس إيه. إنه بيت الصيفية غنشك. شو اسم بيك؟ علي صيف. لا. مالي. علي صيفي؟ إيه علي صيفي. يعني خيو لجدك. يعني بنخلط بعضنا كثير. طيب علي الصيفي. نعم. كان عنده خاي حسين الصيفي. ومحمد عن محمد. ومحمد الصيفي. محمد الصيفي وعن الصيفي وحسين الصيفي. ثلاثة كانوا. سيد الصيفي. ما كانش في محمد. محمد هذا راح على المنصورة. مش راح على المنصورة؟ نعم. أمي لكن محمد الصيفي واي. تفضل بطل وين محمد الصيفي؟ تفضلي يا عمتي، عمتي بدها تدخل بالأمور. جاوبي يا عمتي. عمي في علي الصيفي الكبير، حسين الصيفي بيي، ومحمد الصيفي، لا في علي الصيفي، محمد الصيفي، حسين الصيفي، سعيد الصيفي، أربعة. هاودي أربع إخوة. محمد الصيفي هو ما سمعني. محمد الصيفي بالأرجنتين، راح الأرجنتين ونشر مرته معها ولد وميت هناك. إيه ومات هناك، تجوز هناك، أخذ أرجنتيني وأرجنتيني وجاء أولاد هناك. على سوا الحاجة؟ نعم. طيب منين عرفتي أنت الحاجة هالحكيت؟ هالقصة من الله. هالقصة نعم. محمد بتعرفي شفتي لعمك محمد؟ لا لا. بيك حكي لك؟ حكولي. حكي لك بيك. نعم. انه عندنا خاي اسمه محمد راح الارجنتين وظل بالارجنتين ما عادش رجع لهون. لا لا. طيب لا. علي الصيفي. طيب علي الصيفي بتتذكري منيح بيك؟ بتتذكري؟ ايه بتذكره. عن جد؟ بيك قد ايه كان عمرك لما توفى الله يرحمه؟ قد ايه عشتي معه يعني؟ والله كنت صغير. كنت صغير؟ قد ايش؟ والله ما يجيبي. طيب شو ديالك؟ اجوا خلوا لنا بيك عمي معه شو عمالي؟ كنا عم نخبز، جاي الخباز شوي ونطلع نشوف بيي. كفيت الخبزيات. والله. ايه؟ نعم. وشو بتتذكري عن بيك؟ شو كان كيف كان بيك؟ خبرينا عنه. والله كان شيخ الشبيب. بس عيناه ويرعاه وينعكس يا حرام. كان قاعد ظابط. ظابط؟ ايه. بالدولة مع العثمانية بالكون. قام ضرب الظابط كب حبسوا ياهم. حبسوا بس ياهم. كانت أمي الله يرحمها ويرحمها. الله يرحمها. رايحة لعند بيي مخرت له أواعي من اللي سووه. نعم. وليك بها فرس. في واحد قال له هدي وقفي لكست الفرس قال له زمطي. والله كان بده يشلح الفرس. كان بده يشلح الفرس؟ إيه. كان عنده. ليش بده يشلح الفرس؟ بدي شديها اياها الثاني الفرس هي طلعت خد حيله وما عطتوش الفرس. لا طيب هي هربت. نعم. طيب بيقولوا انه بيك كان ابضاي. كان كثير كان عنده شهامه ما حاجه قيمه القيمه غير هو القيمه المحدري. المحدري يحملها على ظهره بدايه لفوق. نعم. يلا طيب معقوله؟ انا شفته. ها انت شفتيه بعينك؟ ايه شفته. نعم. يا اخي ما طلعش قيمه المحدري. الشاطر في قيمة مش شاطر. الشاطر والقوي. بيقع. بده يكون شاطر وابو ضاي وقوي مش هاي؟ يحط المحدني لما يروح الشاب. ايوه. يعشق عروس ويحكي فيها. نعم. ما يعطوهش الا لقيم المحرم. ايوه. المحدني اذا ايه ما بيعطوه. بيعطوه. اذا ما عطوهش بكشوه. اذا ما قميش؟ في حدا خي يشيله عنه كل شيء. نعم. هو فيش يشيله. خيو في يشيله عنه والله صاحبه. وجدك اسمه ابراهيم. ابراهيم خليل الصيف ولا ابراهيم علي الصيفي؟ ابراهيم علي الصيفي. ابراهيم علي الصيفي. اربع دول علي ابراهيم خليل علي الصيفي. نعم. نعم اصلهم من الشام من حي القزازين من شارع بغداد.
وبعدهم لسه ملين شعر بغداد بغداد حي القزة زي ملين بات الصيف بعدهم أصلنا من هنيت نحن شوي. نعم. أي نعم. طيب نرجع لعمي علي الصيف. نعم. تتذكري أنت وصغيري هايك كني لعبك يلعب معك ياخذك على المدرسة. رحت. كان منيح كفايه. كان منيح كفايه. لما المين؟ نعم. من احنا خمس بنين. صار يوصي بهم صالح، قلت له امين الحريميه توصيتي عندك الحريميه، دير بالك عليه. يوصي فيكم. ابن خالته. نعم. ايه. طيب حكى لك شيء عن بيو؟ تتذكري؟ ابدا ولا شيء. ولا عن امه. لانه بيت الصيف منين اجوا؟ هاي هي ما نعرف انه حكى لك منين اجوا لا. الله اعلم. الله اعلم. لانه كان هو وبس بيو اللي اجى. بيو عمه بس. ايه. هذا اجى على السلطان. طيب امك حكت لك شيء عن اهله؟ لا 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 هذا كان مرحبا ابن عم ابن عمك هناك احمد ابراهيم احمد ابراهيم حد اليمين حد وخيله اللي على اليمين المرحوم بيي اليمين المرحوم بيك حد وخيله كانوا بالمسرى طقم الاسود بيك طيب هالصوره وين اي مشروع؟ لا طقم الاسود خيه بيك لما ابن عم طيب هالصورة وين بأي مطرحة هاي الصورة؟ هاي المشروع. شارع شوب جنين. هاي شارع جنين. هيب هاي كان شارع شوب جنين بالستين. بالستين يا الله سبحان الله. طيب خبرينا عنك أنت كيف كنت تخبز أو شو كنت كيف تدبر الموني؟ خليل. خليل. تعرف أي خليل فارس. كيف شو كنت تخبز أي؟ معلو يا ما تشتري من الدكانية لا انا كنت بشتري الدكانية تخبز هاي كنت ماخذ تخبزي هاي على الواقي على الواقي تخبزي نعم كل قداش تخبزي مثل اليوم لا بعرف اجيت مره لا بيخبزوا ولا بيعطوا اليوم ايه والله بيعرفوا لا انا اخبز ضليت اخبز روح يشتغل بالله ست وليد وانا سبعه لما ميت المرحوم يخبط بالليل واطبخ وقوم بكير وروح على الساحل بدي اشتغل بدي ربيهم ما في شيء ما لقى علي شيء الحمد لله الحمد لله رب العالمين اي عم شو كنت بتقول؟ عمي علي كان بالاميركا مشاك إيه؟ في أمريكا وإجا غني كثير إيه؟ واشترى أرض كثير بالجزيرة وبالفرزبيل بسعد نياجيل كان عنده أرض كثير وكان غني كثير الغني الله نعم من بس شو اسمه مانيش عارفة ليش كنت كان عندك أرض على الماي والأرض الماي غالي كثير ما كانش في ماي ما بيعني كان في ماي هو جزيرة كان فيها ماي جزيرة إيه كان على نهر الليطاني كان على نهر الليطاني سبحان الله على المحفرة ونطروش نجيب الحاجة أصيل الزرقة هاي حمار شو حمار أصيل الزرقة عن أصيل تبع مرت عمي اللي كانت تركب عليها وشوف تشوف حالها فيها والعالم تصير تتفرج عليها إيه. شو هاي حمار ام حصان 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 أصيل أصيل نعم أصيل الزرقاء إيه. كنت الله يبارك فيكم يجزيكم خير الله يطول بعمرك الله يخليكم وشكرا على هالزياره الله يخليكم انبسطت قديت فيكم من عيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اي الله سلمك عم تتذكر ايام زمان يلا كنتم مع قناه حسين صيفي في بيت